الشارع الإسرائيلي بات منقسما حيال ما وصلت إليه الأمور على الصعيد السياسي. استفاقت إسرائيل صباح اليوم على وقع الإعلان عن انتخابات ثالثة خلال عام واحد بعد فشل الأحزاب السياسية في تشكيل ائتلاف حكومي بأي صيغة ممكنة. الشارع الإسرائيلي بدأ منقسما حيال ما آلت إليه الأمور. ما حدث الليلة الماضية هو شيء مدهش سيء للغاية، لدرجة أننا نحن الإسرائيليون لا نتذكر شيئا كهذا من قبل. إنه أمر سيء للغاية، لدرجة أنني أعتقد أن كل من يستيقظ هذا الصباح سيصاب بخيبة أمل تجاه الساسة الإسرائيليين. توقيت الانتخابات وتكاليفها الباهظة بالإضافة لانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في عام شهد تعمق الأزمة السياسية جعل الشارع يبدو أكثر حدا حول توقيتها وجدواها. ما؟ أعتقد أنها وصمة عار مطلقة، إنها مضيعة تامة للأموال، وأعتقد أنه يجب حلها. لا أعرف كيفية حلها، ولكن يجب حلها. أمر محزن وصعب للغاية، تبذير الكثير من الأموال والكثير من الجهود. الشارع تعب من هذا الموضوع، بالإضافة لغضبه من كافة الجهات لعدم توصلهم لأي تفاهمات تذكر. الخيارات السياسية والمشاركة في الانتخابات المقبلة وما ستبدو عليه الصورة بعد الجولات الثالثة يشغل الكثيرين في الشارع الإسرائيلي ويجعلهم قلقين أكثر مما ستسفر عليه النتائج. كل شيء عالق والمعاناة كبيرة. أنا لا أتحدث حتى عن المال والميزانية وهي مفجعة، ولا يهمني اليمين أو اليسار، كل الموضوع يتعلق بالأنا والمصالح الشخصية. أقترح أن نحضر رئيس الوزراء القادم من أمريكا، سوف يدير الأمور بشكل صحيح، هذا كل شيء. 82 يوما يفصل إسرائيل عن الانتخابات المقبلة، قد تفرز ما سبق وقد تأتي بجديد قد يقود إسرائيل نحو حقبة سياسية جديدة قد لا يكون نتنياهو جزءا منها.